مستهلك في هذا المجال في السميد، انت ما راكش مستهلك، انت تاجر راك تبيع اكثر من اللي تستهلك. لا لا مستهلك هنا راك تستهلك فيه انت حتى تستنى لتكون الشجاع باش يبلغ لك شكوى وتزج بالمواطن في متاهات في المحاكم والعداله على جال الشكاره تاع السميد. يا اخي على جال الشكاره تاع السميد اسمع انا نهضر على المواطن، على جال الشكاره تاع السميد انا نقول لك عليك انت لا حول ولا قوه الا بالله. اهبط الى المناطق الداخليه شوف هاد الشكاره السميد كيف راهي تجيبو. واش راك تستنى انت؟ انت راك تحمي المستهلك، راه عندك سكوتكم روح تحميه. سكوتكم قالك على ما يروحش تاجر العداله. علاه ما تهضرش تاجر؟ ما يروحش العداله يا اخي العداله يعني يقبل المطحنه تبيع له السعر غالي يا اخي قابلين وراضيين. النهار اللي جاهم المطرق فوق راسهم كي تحركنا وعوان الرقابه مشكورين، بعض المديريات مشكوره مشات معانا في الميدان ثم تحركوا. شوف تاريخ المراسله تاعو يا اخي الكريم، شوف المراسله تاعو وقتها النهار اللي جاكم المطرق تحركتوا. كل مره روح قدم قدم شكوى واذكر المطاعم وصحصحتين قابلين. احنا ماناش تاع البيانات، احنا تاع المراسلات والتحقيقات. وما نديروش بيانات مراسله ونديروش احنا عندنا مراسله. احنا اتحاد عام التجار والحرير. حبيت تقول تجار مراسله، حبيت تقول مراسله تجار متحالفين معنا. هذيك المراسله شوف تاريخ تاعها ما تحوسليش على التاريخ. احنا رانا شوف تاريخ، احنا قياده جديده في الاتحاد، روح حسب الاتحاد القديم. راك تقول احنا درنا مراسله، احنا درنا مراسلات كقيادات جديده في الاتحاد. شوف بدنا نوضح له نقطه في القياس. شوف نحن نحترم التمثيل تاعكم. وحنا الاشكال 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 يا اخي الكريم اننا عندنا نفس الهدف ولكن انتوما ما رحتوش للهدف مباشره. انا رايح له ديريكت. انا على بالي بانه الخلل ياتي من المطاحن، وانت على بالك بانه الخلل ياتي من المطاحن. هو حبي ولكن من يعلن من يعلن حب يقول لك حب يا سي جمال حبي يقول لك كلام واضح. التاجر تاع الجمله هو اللي يروح المطحنه يشري أنا. هو اللي يعرف يشري السيمي والزوج والثلاثه، هو اللي يذكر الاسماء. اذا باع له المطحنه زوج وثلاثه هذاك وسيط. معليش اذا ثم الوسيط يجيبوا عند التاجر تاع الجمله. الوسيط لما يشريه زايد من عند المطحنه غير مقنن يبيعوا زايد لتاجر الجمله، اليس كذلك؟ سي سي باسكو يدير لا مارج بيني وبينه. لماذا تاجر الجمله لا يذهب ويشتكي للدوله بما انه السعر مقنن؟ بسيطه الحكايه يا اخي الكريم. اما تخطي راسي انا نبيع المواطن خليه هو يدبر راسه.